بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتنا لكم. طبعا يعني بعد فترة أكيد كان هدفي أنه يعني أرجع صراحة، ويعني كل الأمور يعني كانت بالشكل ودي وسريعة، وما صار يعني تأخير أي شيء. فرحان صراحة بعودتي إلى بيتي فريق القوة الجوية، وإن شاء الله يعني نحقق الإنجازات لهذا النادي الكبير والنادي العريق، وإن شاء الله نكمل المسيرة إن شاء الله. جمهور القوة الجوية جمهور عزيز على قلبي، وإن شاء الله أتمنى لهم التوفيق ويازون الفريق ما شاء الله فريق ممتاز ومحترم، وإن شاء الله نوعدهم إن شاء الله بالألقاب إن شاء الله.